أحسن الله إليكم من السودان. هذا السائل يقول أنا أريد الزواج ولكن والدي فضيلة الشيخ اختار لي زوجة من أقربائه وهي ابنة أخته، ووالدتي أيضا لها قريبة تريد أن تزوجني منها، فمن أصاحب ومن أفعل وماذا أفعل؟ مأجورين. أخذ بالذي يصلح لك، الذي يصلح لك وتميل إليه نفسك وتطمئن له تأخذ به، لأن الزواج خاص بك، وتقنع الوالد أو الوالدة بأن نفسك تميل إلى هذه تطمئن إليها، اقنعهما بذلك لتطيب خواطرهما.